مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان كشفت في بيان مشترك ضم 5 منظمات أجنبية ومنظمتين مصريتين على تشكيل ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024. الائتلاف هيضم متابعين من 34 دولة حول العالم. خلينا نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون الأستاذ أيمن عقيل منسق ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية. أهلا وسهلا بك أستاذ أيمن، صباح الخير عليك. صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. بدايه، ازاي شايف اهميه تاسيس ائتلاف نزاهه لمتابعه الانتخابات الرئاسيه المصريه 2024؟ هو طبعا يعني يمكن ائتلاف نزاهه له اهميه في الوقت الحالي، خاصه ان احنا 5 منظمات دوليه ومنظمتين محليتين من مصر، وبيضم 34 دوله متابعين من 34 دوله. يمكن ده بيؤكد على طبعا أهمية وجود متابعين دوليين لمتابعة السيرة العملية الانتخابية. المتابعين لديهم تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وده برضو بيدل على الإرادة الحقيقية للدولة المصرية وقيادتها على الانفتاح على المجتمع الدولي وعلى أن يكون في موجود متابعة دولية للسيرة العملية الانتخابية. كمان احنا في ماعت تجربتنا مش بس هذا العام، لكن احنا بنتابع الانتخابات منذ عام 2005 مش بس في مصر ولكن في أكثر من دولة حول العالم بالائتلاف. اتفضل يا فندم، اتفضل. يمكن على مدار الشهر اللي فات، بعد ما الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أسماء المنظمات اللي ليها حق المتابعة، كان في تشاور مع مجموعة من المنظمات الدولية حتى تم التوافق بين الـ5 منظمات الدولية على التعاون مع مؤسسة ماعت لمتابعة سير العملية الانتخابية منذ إعلان الترشح وحتى إعلان النتيجة. طيب، إيه هي فندم أبرز المعايير اللي بتشتغل عليها المؤسسة والائتلاف هيقوم على تقييم العملية الانتخابية على أساسها؟ إحنا طبعاً بنلتزم بالمعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات، ودي معايير معترف بها دولياً علشان نتأكد من حرية الانتخابات ونزاهتها. بنتابع عن طريق الاستمارة. في الأعوام الماضية كنا بنتابع باستمارات ورقية، يمكن هذا العام احنا هنتابع باستمارة ديجيتال وهتبقى على جوجل فورم. يعني كل متابع مع الموبايل ومع الاستمارة بتاعته، لما بيزور اللجنة الانتخابية بيجاوب على الأسئلة اللي موجودة في الاستمارة. على سبيل المثال، يعني هل كان الناخبين قادرين يوصلوا للجانهم الانتخابية بسهولة؟ هل وجدت احد افراد الشرطه او رجال القوات المسلحه داخل اللجان الانتخابيه؟ هل توجد دعايه انتخابيه خارج اللجان او داخل اللجان؟ هل شهدت حد بيوجه الناخبين؟ كل دي الاسئله اللي موجوده في الاستماره، الاجابه عليها هي اللي بتخلينا نقول اذا كانت الانتخابات حره ونزيهه او غير حره وغير نزيهه. احنا عكفنا الفتره الاسبوع الماضي لتحديد المحافظات اللي هنتابع فيها العمليه الانتخابيه، وتحديد عدد اللجان الفرعية اللي سيتم زيارتها. يعني احنا هنزور 2400 لجنة فرعية من أصل حوالي 10,000 وشوية من اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية. يعني تقريبا هذا الائتلاف سيتابع 24% من عدد اللجان الانتخابية الفرعية اللي موجودة في جمهورية مصر العربية، ودي نسبة كبيرة جدا للدلالة على سير العملية الانتخابية. طيب، انا معلش في سؤال كده عايز اساله من كلام حضرتك. حضرتك قلت هيبقى في جوجل فورم موجوده بتوضح لو في مشكله او بتوضح ايه الاجراءات اللي بيتم الالتزام بيها. الجوجل فورم دي هتكون مع المراقبين فقط، ولا انتوا يعني اصدرتم او انشاتم موقع بيتم من خلاله الدخول للناخبين على الفورمز دي ويقدروا يقولوا احنا شفنا حاجه مش عجبانا او احنا شايفين الحاجه ماشيه تمام فاحنا بنشيد بالعمليه الانتخابيه؟ لا، استماره المتابعه هي موجوده مع المتابعين ومع غرفه العمليات اللي هتكون موجوده عندنا في مقر المؤسسه، علشان نكون متابعين مع المتابعين بتوعنا لحظه بلحظه ايه اللي هم شافوه داخل اللجان الانتخابيه، علشان اذا كان هناك تواصل مع وسائل الاعلام على مدار اليوم الانتخابي، يعني يوم الاقتراع، نقدر ان احنا نقول زرنا مراكز اقتراع فين وايه اللي احنا شفناه. استاذ ايمن، اذا دورها هو المتابعه والمراقبه فقط، مظبوط؟ طبعا احنا البعثه دورها المتابعه، ولكن احنا زي ما بقول لحضرتك احنا ائتلاف. هذا الائتلاف محلي ودولي. احنا من وقت اعلان المرشحين احنا بنتابع
ولدينا حملة اسمها لعلمك. هذه الحملة هي حملة توعوية وحملة لحث المواطنين المصريين أو الناخبين المصريين على عملية المشاركة. وكمان احنا متقسمين، يعني في جزء حاليا شغال في مصر، ومن 1 ديسمبر المتابعين الدوليين بتوعنا في ال 34 دولة سيقوموا بزيارة مقرات السفارات المصرية لمتابعة الانتخابات للمصريين في الخارج، ثم تأتي البعثة بكامل طاقمها بكامل قوتها يوم 6 ديسمبر إلى 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 مصر. احنا قوام البعثة كمتابعين محلي متابعين دوليين ومترجمين وإداريين 100 شخص. أكيد كل الشكر ليك الأستاذ أيمن عقيل، منسق ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، كل الشكر لحضرتك.